عمرو خالد لماذا لم يعلم ابنه بالأزهر؟ كان اسم الداعية الإسلامي عمرو خالد حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد تخرج ابنه علي من إحدى الجامعات البريطانية، وتساءل البعض لماذا ليس الأزهر؟ ونشر عمرو خالد فيديو وصورة من حفل التخرج على حسابه الرسمي من أجمل لحظات العمر وأكثرها تأثيراً، تخرج ابني علي من الجامعة في واحد من أجمل أيام حياتي، احتفلت أسرتي الصغيرة بتخرج ابني الحبيب علي، أسأل الله تعالى أن ينتفع وينفع غيره بما تعلم، وأن يجعله سند لي وأن يوفقه وجميع شبابنا لما يحبه ويرضاه. كان اسم الإعلامي عمرو أديب ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد رده على تصريحات أحمد حسام ميدو بسبب خلافه مع رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور من خلال برنامجه الحكاية على قناة MBC مصر. ميدو طالع يقول إن عندي مشكلة مع مرتضى منصور. يا ميدو، أنا مشكلتي مع مرتضى بدأت بسببك لما قالك هعلقك من رجليك على باب النادي لو طلعت معايا في البرنامج. انا فاكر بعدها ميدو كلمني قال لي يا عمرو انا هتصالح مع مرتضى عشان مش هستحمل كل شويه يشتمني. ربك يمهل ولا يهمل، كل يوم ربنا بيوريه ايه من اياته، كل يوم قضيه شكل وبلاغ شكل. ما زال اسم الشيف العالمي بوراك حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رفع دعوى قضائيه على والده بتهمه الاحتيال عليه وبيع حقوق ملكيه اسمه لرجل اعمال اجنبي دون علمه، لكنه بدا من الصفر واستعد لافتتاح مطعمه الجديد باسطنبول في سبتمبر القادم بعد ما اضطر لبيع سيارته الفاخره. ونشر بوراك فيديو للمطعم على حسابه الرسمي سيتم افتتاح اول مطعم للشيف بوراك باسطنبول في سبتمبر القادم. شكرا جزيلا لدعمكم. تصدر اسم مسلسل سيب ونسيب اللي بيتكون من 10 حلقات ترند مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرضه على احدى المنصات الرقميه الشهيره، بطوله هنا الزاهد احمد صلاح السعدني ومن اخراج وائل احسان.